مرحبا يا رضي يا بنات، كيفكو؟ واليوم بدي اعلمكم كيف بيعملوا ضفدع من عجينة السكر. يلا، الالوان اللي راح استعملها هي اخضر فاتح لون الضفدع، لون الابيض لعيونه، بني او اسود، لون اصفر لانه جعبالي اعمل له تعيش. نبلش باللون الاخضر، ناخذ قطعة من عجينها ونعمل كرة. هاي الكرة هي جسمه للضفدع، اسا بدنا نعمل له راسه. ناخذ برضو اللون الاخضر الفاتح، برضو بنعمل كرة. او بنشوف اذا ملائم. ملائم. اسا نعمل له ايديه. اول اشي ناخذ شقة من اللون الاخضر بنعمل فيها حية. ناخذ قصة قطعة من البلاستيك او بنلائم حجمها لحجم جسم جسم الضفدع. نشوف هيك تتكون. بنعلم وين لازم نقص. وين قصة؟ نشوف قديش لازم يكون الحجم، طول تبع الايدين. بنعلم وبنقص. الراس كان كل الوقت يسحل لورا. بدي احط له اشي احسن ما ضل يوقع. ممتاز. بعد ما عملنا الايدين بنحط شوية مي على خلفية الايدين. نحط الايد نتعجها، نرسم ثلاث اصابع، يعني حزين، واحد اثنين. اسا بدنا نحط الايد بالشقة الثانية زي كيف ما قلت. واحد اثنين. اسا بدنا نعمل الاجرين. اول اشي ناخذ شقفة نعملها حية ومنقصها لقطعتين متساويات تقريبا، يعني ناخذ أول شقفة بنعملها طابي، بعدين نساوي الطابي شوي كحية، وزي كيف ما عملنا هون بدنا نتعج الإجر شوي هيك عشان نقدر نرسم الأصابع. أو بنرسم خطين يعني ثلاث أصابع. واحد اثنين. ملزقة. هسا نعمل الإجر الثاني. نعمل له ضحكة قبل، ينفع نعملها بكتر دائرة، نعمل هيك لفة صغيرة عشان يصير عنده ضحكة. ضحكة. وهيك صار للضفدع عنا ضحكة. اسا بدي أعمل له عينين. نعمل طبتين صغار هيك ومنسطحهم شوي بإصبعنا. حطينا العينين نعمل كرتين باللون الابيض، نعمل كرتين باللون الاسود او البني اصغر من اللون الابيض. ممتاز. بنحط شوية مي على العينين، بنحط عليهم احسن الانابل. بنلزق النقطة السوداء. هيك بنكون خلصنا أول عين. إيش العين الثاني؟ طيب هيك بنكون خلصنا عينيه. إيش بدنا نعمل له تاج؟ تاج هو لون أصفر، بعرف إنه بدكم بس أنا حابة لون أصفر. بنرق الشقفة الصفراء، بنرقها كتير كتير تكون رقيقة، وبنقصها بشكل مستطيل. بعد ما قصيناها بشكل مستطيل بنخلي طرف واحد دغري والطرف الثاني نعمله زجزج. هذول عمليين بيكونوا سنان رتاج. نتعجه شوي من تحت عشان يقدر يوقف على راس الضفدع. بنحط شوية مي على راسه عشان يلزق التاج. ممتاز. وهيك
بنكون عملنا ضفدع من عجينة السكر. بس تنسوش المباراة، بعتولنا صورتكم وانتم مع الضفدع على البريد الإلكتروني هون أو على صفحتنا بالفيسبوك. إلى اللقاء.